يا جماعة يعني العرس ما راح يكون حلو إذا ما كانت العروسة لابسة فستان مكشوف يطالع ظهرها وصدرها وإيدها وشعرها. العرس ما راح يكون حلو إذا ما كان العريس عم يتباهى بجمال عروسته قدام رفقاته الشباب. يعني العرس ما راح يكون حلو إذا ما كانت الصالة مختلطة شباب وبنات متبرجات عم يتطلعوا ببعض. يعني العرس ما راح يكون حلو إذا ما رقصوا العريسين رقصة رومانسية وباسوا بعض قدام الخلائق. يعني العرس ما راح يكون حلو إذا ما كانت الموسيقى والمعازف شغالة والشباب ماسكين إيدين البنات ونازلين دبكة ونازلين رقص. يعني العرس ما راح يكون حلو إذا ما كانت الصور والفيديوهات تبع رقص العروسة والبنات عم تتناقل بهواتف الرجال. يعني العرس ما رح يكون حلو إذا ما المعازيم والعروسين ضيعوا صلاة المغرب وصلاة العشاء، هي أقل شيء. يعني العرس ما رح يكون حلو إذا ما كان الإسراف والتبذير بصالة غالية أو فندق باهظ ولو صار على العريس دين، المهم في تباهي. يا جماعة آخر شيء يقول لك كلها اليوم بدنا نفرح فيه. تفرح بشو؟ تفرح بشباب عم يطلعوا على عروستك ويحسدوك عليها؟ تفرح بالغيرة يلي تصير بين البنات هاي تغار من هذيك لأنه لابسة أحلى منها ولا ترقص أحسن منها؟ تفرح بشو؟ بالسيئات يلي انت جمعتها بهاليوم ولا بالذنوب يلي ارتكبتها بأول يوم بزواجك يا عريس الهنا؟ سلام عليكم.